ما قنابل مدمرة وخارقة للتحصينات بدأت بضرب الأراضي العراقية للمرة الأولى من قبل الجانب التركي، وهذه جاءت بتفاصيل مثيرة من إحدى الصحف المهمة الموجودة في تركيا، ألا وهي حرية ديلي نيوز التركية. تحدثت مباشرة عن هذه القنبلة، ألا وهي قنبلة NEB، هي قنبلة مخترق القبو، تشبه تماما قنبلة مخترق القبو الأمريكية ولكنها قنبلة تركية. طبعا القنبلة يصل طولها إلى أكثر من مترين ونصف، وزن هذه القنبلة يصل إلى أكثر من طن، نتحدث عن أكثر من 905 كيلوغراما، قنبلة ثقيلة للغاية، وهي مختصة في عملية تدمير المستودعات المحمية طبعا بالجدران الخرسانية. وطبيعة عمل هذه القنبلة التركية الصنع هي عبارة عن قنبلة داخل قنبلة، كما تلاحظون هذه القنبلة الأولى هي القنبلة، ورأس هذه القنبلة هو المختص في عملية الاختراق تحديدا، هو قادر على اختراق الجدار الخرساني أو الجدار السميك على عمق مترين، وبعد ذلك اقتحام النقطة مباشرة التي يهدف إليها، وبعد عملية الاقتحام تنفجر هذه القنبلة الموجودة داخل هذه القنبلة الكبيرة، وبعدها تسبب دمارا كبيرا، وطبعا التأثيرات الحرارية على الجوانب للمنطقة عندما تخترقها هي هائلة ومدمرة للغاية. وهنالك أساسا لقطات نشرتها أساسا وزارة الدفاع التركية في السابق في عام 2018 وهم يختبرون بهذه القنبلة، لاحظ كيف هي تخترق في البداية الجدار الخرساني، بعدها تدخل في الأرض مباشرة، بعدها تشهد انفجارا ثانيا كبيرا بهذا الشكل، هو انفجار طبعا القنبلة الثانية. لاحظ الدمار الكبير الذي نراه من هذه القنبلة التي بدأت تستخدم على الأراضي العراقية. بالتالي نقاطا مثل هذه أو مثل هذه على سبيل المثال، هذه القنبلة قادرة على تدميرها، وطبعا الترك تحدثوا بأنهم نجحوا نجاحا باهرا في عملية الضربات التي حققوها مؤخرا ضد حزب العمال الكردستاني وتحديدا في العراق، والقنبلة استخدمت لأول مرة في شمال العراق في إقليم كردستان. القنبلة من الممكن الآن حملها بحسب حرية ديلي نيوز التركية من قبل طائرات الاف 16 اس التركية أو حتى طائرات الاف 4 اس، ولا زالوا هم في طور التطوير وتطوير مسألة أن تكون هذه الطائرة الهائلة للغاية، طائرة البيرقدار التركية التي تعمل بشكل مكثف في العراق وفي سوريا، وأيضا الأوكرانيين يستخدمونها ضد القوات الروسية، هم في مرحلة تطوير هذه الطائرة لكي تستطيع حمل هذه القنبلة، وطبعا هذا سيعني الكثير من التطور في هذه المسألة. ولذلك ثبتت هذه الصحيفة التركية الآتي عن هذه المسألة مؤخرا: استخدام هذه القنبلة شهد نجاحا خلال الاختبارات التي أجريت على ملاجئ حزب العمال في العراق. وهذا يعني ويوضح بأن تركيا فعلا بدأت بعملية ضربات عنيفة ضد مخابئ الأسلحة ومخابئ حزب العمال الكردستاني في العراق، مما قد يوضح أن هذه العملية التي يعملون عليها الآن وهي عملية المخلب السيف يهدفون من خلالها إلى تقدم بري أكبر. واضح، ندمر كل شيء، ندمر القواعد، ندمر المخابئ ونتقدم بريا كما يريدون التقدم على المستوى السوري. يبدو هذا واضحا في الداخل العراقي، وواحدة من هذه الأدلة مثلا مما نشر من وزارة الدفاع التركية مؤخرا، واضح بأنهم قاموا بضربات في العراق كما تلاحظون، وقالوا بأنهم استطاعوا من عملية قتل 7 من عناصر البككة أو حزب العمال الكردستاني. وهنالك نوع من الاشتباكات البرية التي تجري بين الطرفين من خلال هذه اللقطات على سبيل المثال التي نشروها بعد هذه التغريدة أو مع هذه التغريدة لجندي تركي يبدو بأنه يضرب نقطة من نقاط لحزب العمال الكردستاني بهذه الطريقة. وأيضا كان هنالك إعلانا لوزارة الدفاع التركية أساسا التي تحدثت بأن كان هنالك عملية مقتل جنود أتراك، وصلت عملية قتل جنود الأتراك 6 جنود أتراك قد قتلوا في عملية برية قاموا بها في إقليم كردستان، واتهموا مباشرة طبعا حزب العمال الكردستاني بأنهم هم من قاموا بعملية قتل هؤلاء الأتراك، وقالوا بأنهم قتلوا في نقطة وعمليات قفل المخلب. هذه طبعا قفل المخلب هي كانت عملية قد تمت أو بدأت قبل 7 أشهر، عندما كانت الأمور طبعا بالنسبة للقوات التركية كانت الأمور بهذا الشكل. ودعونا نأخذ بعض النقاط هنا، ستلاحظون هذه هاكورك وهذه الزاب كانوا هم مسيطرين عليها طبعا القوات التركية آنذاك قبل 7 أشهر، وكذلك هنا حفتانين أيضا هم كانوا متواجدين فيها، ولكن بقيت نقطة بالنسبة إليهم ألا وهي هذه المنطقة وهي جبل متينة، وعندما بدأوا بجبل متينة وعملية محاولة إغلاق هذه المنطقة
أطلقوا عليها منطقة قفل المخلب وبدأوا بهذه العملية ونجحوا في عملية الإغلاق. وبالتالي هم ما تحدثوا به عن الجنود تحديدا الأتراك قالوا بأنهم قتلوا في هذه المنطقة، يبدو بأنهم قتلوا في هذه النقطة في منطقة العمليات التي نتحدث عنها. في نفس الوقت تركيا قالت بأنهم انتقموا لهؤلاء الجنود الأتراك الستة وقاموا بعملية استهداف ليست واضحة إذا ما كانت بطائرات البيرقدار أو طائرات F-16 ضد عناصر طبعا حزب العمال الكردستاني، وقالوا بأنهم قتلوا 10 عناصر من حزب العمال الكردستاني. لاحظ نحن أمام حرب برية وحرب جوية خطيرة تستخدم فيها طبعا هذه القنابل، وهي قنابل مخترقة القبو، ولا نعلم ما الممكن أن يخبيه المستقبل من هذه العمليات الخطيرة للغاية. المشكلة بأن القوات التركية تحديدا هي تتصرف بهذه الطريقة وتأتي هذه الإعلانات على الرغم من أن كان هنالك إجراء عراقيا، كان هنالك اجتماعا عراقيا لرئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني مع رئيس أركان البيشمركة مع القيادات الموجودة مثل على سبيل المثال مستشار الأمن القومي العراقي، وضعوا عددا حقيقة من النقاط المهمة على الحدود مع تركيا وعلى الحدود مع إيران. القرارات كانت واضحة للجميع بأن القوات العراقية تنتشر مع الحدود التركية ومع الحدود الإيرانية على طول ما يقارب طبعا مع الحدود الإيرانية 200 كيلومترا بالمشاركة وبمشاركة طبعا البيشمركة. وعلى هذا الأساس يكون هنالك عملية حماية، عملية منع للبككة وحماية أيضا أو منع بالأحرى هذه الأطراف الإيرانية المعارضة مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني من عملية التدخل في إيران أو حتى بالبككة أن تستخدم الأراضي العراقية لمهاجمة تركيا. وعلى هذا الأساس تكون هنالك ويكون هنالك طوقا واضحا وحماية واضحة للحدود و تمنع التدخلات ببساطة. لكن المشكلة بالنسبة لتركيا ها هي تتحدث عن هذه القنبلة، عن اشتباكات برية وعن عمليات كبيرة مرتقبة، وكأن شيئا لم يكن بالنسبة للعراقيين المشكلة، أو كأن شيئا لم يكن من رئيس الوزراء العراقي تجاه هذه المسألة تحديدا التركية. المشكلة أيضا الأمر متشابه مع الإيرانيين. العربية جديدة اليوم وبتصريحات كانت قد تحصلت عليها من أحد المسؤولين العراقيين الذي لم يصرح باسمه، قال بصريح العبارة بأن الإيرانيين يبدون ليسوا مرتاحين، يبدون غير راضين على هذه الإجراءات، هي إجراءات غير كافية بالنسبة لهم. هم يريدون إغلاق مقار هذه الأطراف الموجودة المعارضة، يريدون طرد هذه الأطراف، نزع السلاح منها، وجود القوات على الحدود هو ليس كافيا بالنسبة إلينا. وهذا هو طبعا ما بدا ظاهرا من التصريحات الحاضرة من هذا المسؤول العراقي الذي صرح للعربية جديد. والمشكلة أن التحشيدات مستمرة، التحشيدات العسكرية الإيرانية مستمرة على الحدود مع إقليم كردستان. على سبيل المثال كانت هنالك مقاطعا في 48 ساعة الماضية انتشرت للقوات الإيرانية وهي تحشد بريا بشكل خطير، قالوا بأنها قريبة متوجهة من أورمية باتجاه بيران شهر، كما تلاحظون مدرعات ودبابات تنطلق. وعلى هذا الأساس هناك كثير من المقاطع الكثيرة التي انتشرت لهذه التحشيدات الكبيرة. هناك عدد من النقاط التي من الممكن أن نحدد موقع هذا الانتقال أو هذا التحرك، وأيضا نحدد طبيعة الأسلحة التي تنتقل أو التي تنقلها إيران. وبالتالي دعونا بداية أن نأخذ هذه اللقطة من هذا الفيديو تحديدا الذي رأيناه، دعونا نلقي نظرة ونقترب من هذه العلامة أو هذا الشعار، وهذا الشعار طبعا هو شعار الحرس الثوري الإيراني. بالتالي نحن أمام الحرس الثوري الإيراني تماما، هو الذي يتقدم باتجاه الحدود مع إقليم كردستان. إذا ما عدنا إلى هذه اللقطة مرة ثانية إلى هذه الدبابة، فهذه الدبابة هي من نوع T-72 التي تستخدمها طبعا القوات الإيرانية، متطابقة تماما وتستخدمها القوات الإيرانية كثيرا. والمنطق يقول بأن هذه الدبابات هي ليست متوجهة لمواجهة مثلا المتظاهرين الموجودين في بيران شهر، هي تستخدم للعمليات البرية بشكل خطير، وهنالك تعزيزات واضحة. أيضا هذه لقطة أخرى كما تلاحظون لمدرعة، هي ليست دبابة، وهذه المدرعة هي BMP-1 أيضا الإيرانية. تحشيدات كبيرة واضحة من خلال هذا الرتل الذي رأيناه وعدد من الأرتال والمقاطع الأخرى. أيضا دعونا الآن نحدد موقع هذه النقطة في ظل المعلومات والأسماء التي ذكرت في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أو ما ذكر على الفيديو. كما نلاحظ هنا
نحن أمام هذا الطريق، واضح بأن السائق كان يقود بهذا الشكل، ونحن أمام مبنى يبدو مميزا بشكله، وأيضا تبدو أن هنالك نوع من المبنى الصغير الذي يأتي بهذه الطريقة. وبعد ذلك دعونا نذهب إلى الصورة الأخرى. الصورة الأخرى وضحت هذا المبنى العالي الواضح والذي يأتي بعد هذه المباني التي رأيناها، وبعد ذلك تأتي هذه القلعة، وهذه هي أهم نقطة لتحديد هذا الموقع الذي يسهل علينا كل شيء. القلعة واضحة، نحن أمام قلعة مميزة للغاية بشكلها، وواضح أن المدرعات تتحرك بهذا الاتجاه ونحن نتحرك بهذا الاتجاه، والمصور يصور كل شيء، وبالتالي نحن لدينا أكثر من علامة من أجل تحديد موقع هذه الأرتال لكي نتأكد هل هي فعلا متوجهة إلى أقليم كردستان أم لا. هنالك في بعض الأحيان الكثير من اللغط، هذا هو شمال العراق، ولنتجه مباشرة إلى النقطة الساخنة التي يتم الحديث عنها. إذا ما توقفنا هنا سنجد بأننا أمام منطقة سوران، وهنا طبعا تأتي سيدكان، وهذه هي بيران شهر، وهنا نغدة التي تلاحظونها، وبعد ذلك تأتي هذه البحيرة المهمة للغاية وهي بحيرة أورمية. بالتالي نحن دعونا نبحث أن نحاول، بما أن أورمية قد ذكرت وبيران شهر، الواضح بأن أورمية هي النقطة التي تأتي منها هذه الأرتال، وبالتالي يجب أن نبحث عن النقاط وتحديدا القلعة التي ذكرناها. واضح بأنه طريق سريع مفتوح الذي كانت تسير به هذه المدرعات طبعا والدبابات. دعونا نقترب من نغدة تحديدا، لنقترب من هذه المنطقة مع أورمية، وبالتالي عند جرد هذه الطرق وهذه الطرق المهمة للغاية الممتدة إليها، سنلاحظ بأن هنالك منطقة، نقطة لتعبئة الوقود، بعض الخزانات البسيطة بأخذ صورة بهذا الشكل. نحاول أن نقترب منها، نأخذ صورة واضحة، نعود إلى عام 2020، سنلاحظ بأننا أمام صورة واضحة للغاية من هذه العلامات التي أخذناها، وستلاحظ بأنك فجأة أمام نفس العلامات، أمام نفس هذا المبنى الذي ظهر أمامنا، وهذا هو المبنى الكبير الذي بدأ بهذا الشكل المميز، وهذا هو المبنى المرتفع الذي ظهر بالصورة الثانية، وهذا هو المبنى الثالث، القلعة التي تحدثنا عنها. واضح كل شيء متطابق مع الصورة، مما يوضح أن هذا هو الطريق الذي كانت تسير فيه هذه المدرعات، وأن مسألة التصوير كانت تأتي بهذا الشكل التي وضحت لنا كل شيء، وبالتالي التوجه بهذا الطريق. دعونا نرى مرة أخرى هذا الطريق لنحاول أن نفهم أين يتوجه هذا الطريق تحديدا. ستلاحظ عندما تبتعد من هذه المنطقة طريق كبير واضح ممتد إلى منطقة مهمة، وهي منطقة نغدة التي تحدثنا عنها. هذه هي منطقة نغدة، وبعد ذلك تمتد منطقة نغدة، تتفرع الطرق طبعا إلى عدد من القرى أو المدن الصغيرة، بعدها تتجه مباشرة على مسافة 36 كيلومترا تقريبا فقط لكي تصل إلى النقطة المهمة للغاية التي تحدثنا عنها، وهي المنطقة المهمة، منطقة بيران شهر التي ترونها. هذه هي منطقة بيران شهر، وبالتالي كل شيء يأتي بهذا الطريق، هذا هو الطريق الذي تمتد إليه من دون أي مشاكل. أو دعونا نعيد هذه الصورة فقط لنصحح الموقف. سنلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، وبالتالي الامتداد من أورمية يأتي بهذا الشكل، وهذا هو الإمداد البري الذي يأتي إلى هذه المنطقة. وعلينا أن نتذكر أن كانت هنالك مصادرا من إيران إنترناشونال ومصادرا أخرى كثيرة تحدثت عن أن هنالك إغلاقا لهذا المعبر، وهو معبر حاج عمران أغلق تماما. وبالتالي أيضا يجب أن نتذكر أن سيدكان سبق وأن قصفت بالمدفعية بشكل مكثف للغاية، وأيضا بأن منطقة سوران في نقطة حرجة للغاية، وبالتالي هذا يوضح بأن هذه المنطقة أصبحت خصبة، منطقة تأتي فيها التحشيدات الكبيرة، التحشيدات لا تأتي ببلاش، هي لا تأتي رخيصة بالنسبة إليهم، هم يصرفون الكثير لكي يتقدموا إلى هذه المنطقة، وبالتالي هذه الدبابات وهذه المدرعات بتواجدها في هذه المنطقة هي توضح بأننا أمام موقف خطير للغاية متأزم، رغم الإجراءات العراقية المهمة التي جاءت من أجل إيقاف هذا التقدم، وبالتالي الخطر لا زال حاضرا، لا يمكن نكران هذا الخطر أبدا. لجنة العلاقات الخارجية العراقية اليوم وبتصريحات صحفية نشرت لها وضعت عددا من المقترحات على الحكومة العراقية، وقالت للحكومة العراقية أيتها الحكومة العراقية أنت أمام
خطوة جيدة من الممكن أن تستخدمينها ضد الأطراف الإيرانية وضد الأطراف التركية، وهي تأتي على مستويين. هذه هي طبعا تركيا وباستخدامها للقنبلة التي تحدثنا عنها اليوم، القنبلة قنبلة مخترق القبو وهي NEB، قالت ببساطة بأن عليك وأنت قادرة أيتها الحكومة باستخدام مسألة التبادل التجاري الكبير الذي نمتلكه مع إيران ومع تركيا، نستخدم هذه الملفات، لدينا تبادل تجاري يصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويا، من الممكن أن نقطع هذا التبادل التجاري، أن نضغط على هذه الدول لأننا نتخذ قرارات، نتواصل مع هذه الدول. رغم كل ذلك هم يستخدمون كل شيء من أجل ضرب الأراضي العراقية وضرب هذه الأطراف. كذلك لجنة العلاقات الخارجية العراقية وضعت مقترحا مثيرا وقالت بحلا لهذه المشكلة يجب على الحكومة العراقية أن تواجه الأطراف الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، وتواجه أيضا حزب العمال الكردستاني وتنهي وجودهم، تنهي تسليحهم، تخرجهم، تسلمهم لإيران بأي شكل من الأشكال. هي لم تذكر التفاصيل، هي قالت واجهوا هذه الأطراف وبالتالي لن يبقى لإيران أو حتى تركيا سببا لكي تكون متواجدة في داخل إقليم كردستان، هي ستبقى خارج إقليم كردستان لأن هذه المشكلة قد تم حلها. المشكلة مع حزب العمال الكردستاني قد تكون معقدة للغاية مقارنة بالأطراف الإيرانية المعارضة، لأن حزب العمال الكردستاني في حقيقة الأمر هذا الحزب مدعوم من إيران في عدد من التقارير الغربية التي تحدثت أن هنالك تواصلا كبيرا بين إيران وبين حزب العمال، هنالك فصائل مسلحة، بعض الفصائل المسلحة مرتبطة بهذا الطرف، وأيضا أن هنالك أطرافا سياسية لديها تواصل مع حزب العمال الكردستاني، بالتالي حزب العمال الكردستاني يبدو الموقف صعبا في ظل هذا المقترح في عملية حل مشكلتهم بهذه الطريقة مقارنة بالأطراف الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان. رغم كل هذه الظروف الصعبة ونوعية عدم التواصل الموجودة أو احترام القرار العراقي إن كانت من تركيا أو إن كانت من إيران، فلا زال هنالك الكثير الذي تعمل عليه الحكومة العراقية. سيد محمد شيع السوداني التقى بالسيد نيجيرفان بارزاني بهذه الطريقة، ناقش العديد من الأمور، واحدة من الأمور هي التي ذكرناها مسألة حدود إقليم كردستان واستقرار إقليم كردستان والعراق. وأيضا السيد محمد شيع السوداني هنالك لديه زيارة مرتقبة لمقابلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قريبا، وقد تكون هنالك الكثير من النقاشات حول مسألة الاقتحام الإيراني المرتقبة لإقليم كردستان، وبالتالي نحن أمام لحظات صعبة. العراق لا يمر بلحظات سهلة أبدا، والسؤال هو هل ستنجح الحكومة العراقية في منع سيناريوهات التدخلات التركية والإيرانية من أن تدخل مراحلا أسوأ مما هي عليها الآن؟